بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. وصلنا إلى الغريب، وصلنا الآن إلى تقسيم الحديث باعتبار طرق الحديث، يعني كم راوي رواه، من كم طريق وصل إلينا. الغريب قال المؤلف قال الناظم رحمه الله تعالى ومن بعده الشارح رحمه الله الجميع، الغريب وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو ما رواه راو منفردا بروايته بحيث لم يروه غيره، أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده، سواء انفرد به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه لثقته وعدالته كالإمام الزهري وقتادة ونحوهما، وسمي غريبا لانفراد راويه به عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. أنواع الغريب: الغريب على أنواع. الأول الغريب سندا ومتنا، وهو من فرد بروايته واحد كلا أو بعضا. فمثال غريب كل من السند والمتن حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن لاحظنا الغريب من الغرابة، كان الإنسان إذا ترك بلاده يكون غريبا، وكذلك في الحديث يعني هو جاء من طريق واحد، وقد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا وهكذا. الأول قال وهو غريب مطلق، يعني هو غريب في السند والمتن، وكذلك انفرد به راو واحد. نعم، أما إذا قلنا مقيد، غريب مقيد أو غريب نسبي، هو بالنسبة إلى شيخ، يعني عن هذا الشيخ لم يروه إلا فلان. ومثال غريب بعض المتن حديث زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، فإن مالكا تفرد عن سائر رواته بقوله في آخره من المسلمين. طبعا هذه لا تؤثر، قد تكون الزيادة مؤثرة والتأثير يكون في الحكم الفقهي وما يبنى عليه، لكن هنا من المسلمين، يعني لا أظنها، طبعا ظاهر أنها من المسلمين. فهنا غريب في بعض المتن، يعني في كلمة، في زيادة كلمة أو كلمتين أو أكثر. ومثال غريب بعض السند حديث أم زرع من رواية الطبراني، فإن المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة رضي الله عنهما كما رواه الشيخان، ورواه الطبراني من حديث الدراوردي عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه. نعم. الثاني الغريب سندا فقط، وذلك بأن يكون الحديث معروفا برواية جماعة من الصحابة، فينفرد بعض الرواة بروايته عن صحابي آخر، فهو من جهته غريب مع أن متنه ليس بغريب. وهذا كما ذكرنا سابقا أن كلمة حديث عندهم يراد بها أن يكون من رواية نفس الصحابي، فإذا كان من صحابي آخر يقال حديث آخر. نعم، فهنا يعني المشهور من هذا الحديث أن يروى عن صحابي من الصحابة، فجاء في بعض رواياته من صحابي آخر. ومثاله حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية. قال الخليلي وأبو يعلى القاضي: أخطأ فيه عبد المجيد لأنه غير محفوظ عن زيد بن أسلم. وقال أبو الفتح اليعمري: هو إسناد غريب كله والمتن صحيح. قال ابن الصلاح: ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وفي ذلك يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. نعم، يعني ليس فيه شيء يشرح، الكلام يعني واضح.
حكم الغريب قد يكون الغريب صحيحا بأن كان المتفرد به ثقة واستجمع شروط الصحة كالأفراد المخرجة في الصحيحين. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأقسام يعني ما يشرك فيها الصحيح والضعيف والحسن. فكلمة غريب بحد ذاتها ليست ذما ولا مدحا للحديث، إنما هو تفرد به، فإذا كان متفرد ثقة فهو ثقة، إذا لم يكن ثقة فينظر في إسناده. وقد يكون نعم حكم الغريب قد يكون الغريب صحيحا بأن كان المتفرد به ثقة واستجمع شروط الصحة كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وقد يكون حسنا وفي سنن الترمذي منه كثير، وقد يكون ضعيفا وهو الغالب على الغرائب. ولذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. يعني صحيح هذا، لأن الزيادة يعني تعطي المزيد اطمئنان ومزيد توثيق، يعني راويان أحسن من راوي وثلاثة أحسن من اثنين وهكذا. أما يعني غالبا الذي ينفرد به شخص يعني ربما يكون من قبيل الضعيف. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه: من طلبها أي الغرائب كذب. وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. الحقيقة كلمة الإمام الأعظم في من طلب الغرائب كذب هذه قد تكون أعم من رواية الحديث الغريب، لأنه في عندنا إغراب في مسألة أشياء عديدة، ومنه غرائب القرآن، منه غرائب القرآن. فرق يعني علماء القرآن يفرقون بين الغريب وبين الغرائب. الغريب هو كلمة غير معروفة مثلا، أما غرائب القرآن هي أشياء من التفسير غريبة، فيها إشكال، فيها كذا مخالفة خاصة في أسماء الأعلام ونحوها. فأرى أن يعني كلمة الإمام الأعظم هنا أشمل من قضية الحديث الغريب. يعني تأتيك أحيانا تفاسير غريبة: إلا من جاء بقلب سليم. سليم يعني لديخ، هذا كلام غريب. كلمة سليم في اللغة نعم قد تطلق على لديخ من باب التيمم، لكن كونها في التفسير قلب لديخ كلام. في كتب مصنفة في غرائب القرآن، ها هنا من طلب الغرائب كذب. وهذا فرق بين طالب العلم الذي أخذ عن الشيوخ المتقنين وبين الصحفي، ولا سيما من أصحاب الشهادات، فهم أحد شخصين هذا إلا من رحم ربك. الشخص الأول كلما رأى غريبا كذبه كائنا ما كان، ويستدل بغرابته على أنه غير صحيح، مع أن في عندنا أشياء غريبة كثيرة في الكتاب والسنة غريبة، كلام الحيوانات وكلام الهدهد وكلام البقر وكلام موجود في السنة، كلام البقر وفي القرآن كلام الهدهد، وهذه أشياء. فهناك من المثقفين من يرد كل غريب، وهناك صنف آخر يتلقف الغرائب، وهل لها فائدة عنده، ولا سيما في الجماعة الذين يهون كثرة الحضور، قصاصين. القصاص إذا أكثر من الغرائب الناس يحبونه، يسمعون أشياء غريبة عجيبة فيهتمون بها. فأرى أن كلمة الإمام الأعظم هي أشمل من غريب المحدثين. ما والشيء بالشيء والذكر، هناك بعض المثقفين ولا سيما أنصاف المسلمين ونصف المسلم، هذا اصطلاح جديد، نصف مسلم يعني قرأ مصطلحات غربية وشرقية وأشكال وألوان، فيحب أن يأتي بعبارات ومصطلحات لا يفهمها غيره. هذا كثير الآن في الساحة، كثير يكثر المصطلحات. لماذا؟ حتى يوهم السامع أنه قد وقع على شيء وهو لا شيء. يعني طالب العلم الحقيقي والعالم المتقن إذا ما أتى بغريب شرحه، وإذا ما أتى المصطلح يقول أعني بهذا المصطلح كذا وكذا. أما هذا الثاني يكثر من هذه الأشياء حتى ما شاء الله يأتي بأشياء غير مفهومة. ثم نترقى رتبة في موضوع يعني الرواية بكثرة الطرق.
العزيز عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والعزيز هو من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة ولو رواه بعد الاثنين أو الثلاثة مئة، وهذا مذهب ابن منده وقرره ابن الصلاح وكذلك الإمام النووي، حيث قال في التقريب: فإن انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا وعليه جرى المصنف. ونقل الحافظ السخاوي عمن أخذ عنه من المحدثين أن العزيز هو الذي يكون في طبقة من طبقاته راويان فقط، أي وبقية طبقاته لا تقل عن اثنين بل هي كذلك أو أكثر من ذلك. إذن المذهب الأول في الغريب ما هو؟ العزيز ما هو؟ انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة، حتى لو زاد العدد بعد ذلك يعني يبقى عزيزا. المذهب الآخر ما هو؟ العزيز يعني في إحدى الطبقات راوية ولا ينظر إلى باقي الإسناد، يعني في طبقة من الطبقات راوية، يعني مجرد ما جاء اثنان في بعض الطبقات فهذا عزيز، قل بعد ذلك أو كثر؟ لا كثر ليس قل، يعني قل تحول إلى غريب، يعني إذا زاد عن ذلك فيبقى يعني عزيزا. نعم. مثال العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه والبخاري، نعم والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، وروى عن كل جماعة. حكم العزيز: قد يكون العزيز صحيحا أو حسنا وقد يكون ضعيفا. علية هذه أمه، تبه علية إسماعيل بن علية هي أمه، وكان يغضب من هذه التسمية لا تعجبه. طيب فهل المحدثون يعني يسيئونه بهذا؟ اشتهر بهذه، لو ذكروا غيره يعني لم يعرف، لذلك وهذا هذه فائدة تأتينا في قضية ممنوع من الصرف أو مصروف أو حاجات هكذا، فالنص على هذه المسائل يعني مفيد. نعم. هنا تثبت ألف ابن أم لا تثبت؟ إسماعيل بن علي أو العلية؟ لا تثبت. إذا كان وهي أمه؟ قالوا إن كان بين عالمين. طيب بعضهم نص قال إن كان أبا له، يعني تختلف عن كونها كانت أم له، ذكر عيسى بن مريم. نعم. بعضهم لم يذكر ذلك. المشهور مروي من فوق ما ثلاثة، المشهور هو ما رواه جماعة ثلاثة فأكثر عن جماعة، بحيث تكون كل طبقة لا تقل عن ثلاثة. فقول المصنف مشهور فوق مروي فوق ما ثلاثة معناه ثلاثة فما فوق، يعني ثلاثة على الأقل، على حد ما قيل في قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين الآية. مثال مشهور حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه، وقد رواه عن أنس رضي الله عنه غير أبي مجلس، وعن أبي مجلس غير سليمان، وعن سليمان رواه ثلاثة. حكم المشهور: قد يكون المشهور صحيحا أو حسنا أو قد يكون ضعيفا. ثلاثة جماعة. ها؟ وعن سليمان رواه جماعة. نعم. ذكرى ما تقدم من تعريف المشهور ومثاله، فهو المشهور عند أهل الحديث، وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يشتهر عند أهل الحديث، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، وقد صنفت كتب فيما اشتهر على الألسنة من الأحاديث. هذه فائدة مهمة جدا غالبا ما ينبهون عليها، وهي أن الشهرة لغوية واصطلاحية. الشهرة اللغوية هذه لا نريدها هنا، الشهرة الاصطلاحية هذه ثلاثة. الشهرة الاصطلاحية يعني قد اشتهر ذكره عند الناس، وهذه المشاهير
هذه المشاهير الاصطلاحية اللغوية كثير منها قد يكون ضعيفا وربما يكون موضوعا وقد يكون أكثر وقد يكون أكثر، خاصة يعني في عندي مشهور عند الخطاطين، مشهور عند الخبازين، مشهور عند كذا حسب كذا، فكثير منها يعني لا يصح. وهذه الحقيقة صنفت فيها كتب كثيرة ولكنها مستجدة، يعني هذه تتجدد، وقد تكون أحاديث يعني وضعت قبل 50 سنة. ومثلا يعني مثال حديث الدين المعاملة، هذا الشائع على ألسنة أكثر الناس في بلاد العرب، حديث أن الدين نصيحة، حديث صحيح، صحيح جدا. الدين المعاملة ليس مذكورا في كتب أساسا، وكلمة المعاملة على حد علمي يعني في عندنا باب له باب الفقه المعاملات، والغزالي له اصطلاح في المعاملات، لكن المعاملة ما قصته؟ هناك برنامج في الراديو في الإذاعة المصرية في 50s كان اسمه الدين المعاملة، فيعني رسخ في أذهان الناس مثل الدين النصيحة يعني يشبهه، فجعلوها حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. الكتب المشهورة في هذا يعني معروفة مثل حديث كشف الخفاء ومزيل الباس، المقاصد الحسنة للإمام الأول العجلوني، الثاني السخاوي، فهذه كتب نافعة ومفيدة ونستفيدها في التخريج. بقي عندنا المستفيض. المستفيض هو المشهور بعينه على رأي جماعة من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وسمي بذلك لانتشاره واستفاضته. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وما وفيما بينهما سواء، وأما المشهور فهو أعم من ذلك فيشمل ما تساوى في ابتدائه وانتهائه وما ليس بذلك. بقي عندنا المتواتر في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.